ما هو دي عمليه توازن بقدر ما هي انه لابد يكون في عمليه تنوع في المنتجات أحسنت. التامينيه. يعني مثلا في بعض الدول الان يعطونك غطاء تاميني على حسب استخدامك للمركبه، يجي لك في اول السنه ويقول لك والله انا هاخذ منك مثلا 1000 ريال، وال 1000 ريال هذه على حسب استخدامك للمركبه ممكن في نهايه السنه ممكن تكون ال 1000 ريال زياده او تكون نقص على حسب استخدامك فيها. وهذه انا اتوقع انه في واحده من الشركات الان بدات في عمليه تطبيق الفكره هذه، وهي فكره ناجحه اشوف. لو الشركات الاخرى حدت بنفس الفكره وافكار اخرى اتوقع انه الاسعار راح تنزل. اضف لذلك انه في حال انه اكتملت عمليه التامين على كل المركبات اللي موجوده في المملكه العربيه السعوديه الاسعار راح تنزل بشكل انا اشوف انها يعني مضمون ان شاء الله باذن الله.